كريمة والحجة صباح يا أهل البلد. كيف مسلم يحرق بيت ربنا؟ كيف عاقل يخاصم أهله؟ إيه اللي إحنا فيه ده؟ غشم ملهوش رد ولا ضرر محتاج إصلاح؟ كيف ده يحصل وسطيكم وقدام عيونكم؟ ها؟ ده الحاجة دي مش حاجتكم؟ الجامع ده مش بيت ربنا وبيتكم؟ اللي خش الجامع وأزاه كأنه خش بيوتكم وكشف عوراتكم. من هنا حد ما الجامع ده يبقى أحسن من مكان، كل واحد ياخد يوميته الطاقة اتنين. واقفين ليه؟ النجار يشوف المنبر والعمدان، النجاش يبيض القدران برا وجوه، الكهربائي يشوف ايه المطلوب. شوف بنا ابن الحيطان اللي تهدد، جايين تتفرجوا على الجامع تاني؟ واد مين انت يا واد؟ انا والدي شيخ البلد فؤاد موسى. يا مرحب يا اخوي. قول لابوك ابو هبه ما بيسيبش طاره. هو حد قتل لك حد؟ الشيخ اسامه الازهر المحترم تقتلوه هو حافظ كتاب الله ورحمه ابوي اللي ما احنا بيه كده. لجيب القاتل لو جوا بطن امهات. الله 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 الله، تسلم ايدك يا صباح. دخلتك علينا يا اخوي تفتح النفس وتخلي المزاج رايق. انت لعبها خرص يا عم سيد ولا كلمه؟ مضايقها ليه؟ سيبها هي كده على طول، مهما عملت برضك ما راضياش. عشان انت راضي على طول يا سيد. فيه وكل راضي ما فيش راضي، فيه فلوس راضي ما فيش راضي، عيان راضي ما عيانش راضي. حتى ولده كريم عمره ما غضب عليه، قول عمره ما غضب على حد اصلا. انت راضي ليه يا سيد؟ مغضب لها شويه، علي صوتك، صرخ، كسر اي حاجه، وريها له سكانك. ايوه عشان الناس اللي تعيش في الجنه وما تحسش ان وريها النار يمكن يرضوا. واه يا ابو هبه. ايه عم سيد، عم سيد، عمي سيد، عمي سيد يا ابو هبه، ده 40 سنه هو كده. عم على طول 40 20 ما تفلكش. في ناس شكل اخيله عم غير حاجه، وفي ناس تانيه عيله زي حكم اخوك. الحمد لله. كده برضك الكلام شبهك. انا عمري قمت ورجعت تاني؟ ابدا يا اخوي، طول عمرك زي الملوك، تقوم وما تردش تاني. هعمل لك الشاي. مال يعني كريمه ما عدتش تاني؟ كريمه مشغوله بالارض الجديده اللي هتبني عليها البيت. اياك تقنع بيها بنت ابوي. على فين والشاي اللي هعمله لك؟ اعمل الشاي قبل ما ابص على ام حسن. السوق على بيت ام حسن. حاضر يا كبير. وصلية الوكل اللي ورا دي ابقى ادخلها لها. حاضر. زي ما يكون من 40 سنه نفس المكان ما تغيرش يا حسن. من يوم ما دخلنا الجسة وأمك حضناك شهيد، وشك خجلان من قلة الوكل، وأمك فرحانة بيك بتقول لك خلي بالك على حالك أنت. أنا هنا قاعدة وسط أهلي وناسي مسطورة، بس ارجع أنت بالسلامة.
الله يرحمك يا حسن، يلي فجرت نفسك في دبابة. يا حسن يلي ضحيت بنفسك عشاني. أنا هيبة يا ست الستات. يلا كل يا ست الناس حتة لحمة واكلة سكر. كل انت يا حسن. انا جاي عشان اكل معك. وانا زوري اللحمة ما بتدخلش فيه ومعدتي صغيرة. كل الحتة دي بس وربنا يسهل. ولا عاوزة تزعليني؟ هو الزرزور الصقر بياكل ايه؟ النبي تجلدي عليه الصلاة والسلام. عليك افضل الصلاة والسلام يا رسول الله. كل انت يا ولدي وانا شربة المية بتكفيني. صحتك ما عجبنيش، هجيب لك دكتور. خلي المكفول مكفول يا ولدي، ربنا يستر. مالي ومال الناس. انا عايز اريحك. حاسس بيكي صوتك واهن. طلتك بكفايه علي. قلت لك قبل كده ابني لك بيت تاني بيت جديد. ايه رايك يا ام حسن ابني لك بيت جديد؟ ها اني مش زي ولدك حسن. خليك في حالك يا ولدي، انا عايز ايه اكتر من اللي انا فيه؟ الشمس عندي طول النهار، والهواء طالع داخل، والارض ستراني، وربك مواسين. ونعم بالله. ايه اللي مقعدك على الارض كده والجو برد؟ قومي قومي افردي ظهرك على السرير. ها يا حسن، قعدة الارض دي انا برتاح عليها، هي دي اخرتنا يا حسن. معلش يا ام حسن غبت عنك، كنت عيان. محدش بيسأل عليا غيرك يا حسن. لو انا مت مين هيسترني؟ خد يا حسن، خد يا ابني. ربنا يسترها معاك. بس التراب يا ولدي ما بيحبش غيره. في حاجة بتحصل لي كل ما اجي هنا. لو اقدر اجيب ام وعيالي واقعد جنب ام حسن. كنت زمان استنى دانه لحد ما تخبز والعيش يلسوع يدي وانا باكل، واجري ناحيه الجبل حافي والرمله سخنه. دلوقتي راكب طياره ورجلي وجعاني. اللي فات كان صعب، مفيش فلوس وفيه تعب وشقى، بس كان حلو. كان في حاجة حلوة مسكرة. اللي فات كنت بشرب